الجزائر التي تحتضن اليوم في هذه الأوصاف والمراتب لمختلف. إن بلدنا مؤهل اليوم أكثر من أي وقت مضى لتكثيف حضوره على الصعيدين الإقليمي والقاري، وهذا بالنظر للخبرة الكبيرة التي اكتسبها في مختلف المجالات الاقتصادية والتي مكنته من المشاركة بشكل فعال في تنمية التجارة البينية الإفريقية من خلال تصدير العديد من المنتجات خارج المحروقات إلى دول القارة. إن هذا المؤتمر الإفريقي للاستثمار والتجارة ينعقد في ظل توجه الدولة الجزائرية إلى السوق الإفريقية من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية، وهذا ضمن مسعى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري والمساهمة في النهوض باقتصادات قارتنا الإفريقية. والجزائر وضعت قانون استثمار جديد محفز ويعطي العديد من الامتيازات التي تجعل أي مستثمر يربح ويستفيد، لأن قاعدتنا نستثمر بقاعدة رابح رابح. Nous sommes venus de la Côte d'Ivoire pour exposer à ce forum. Il y a beaucoup d'opportunités et nous avons profité de ce forum pour venir prendre beaucoup de contacts parce que nous avons foi que nous aurons beaucoup de solutions ici. À mon humble avis, ça peut booster l'économie. Surtout quand on est là en Algérie, nous on pense que l'Algérie peut être la locomotive de l'Afrique. Vu sa situation sur la Méditerranée, comme je l'avais dit, vu la superficie, vu les ressources humaines qu'on a.